حبينا بس نشكر الشركة الكويتية للاستثمار على هاي الفعالية الطيبة. هذه ثاني سنة ما شاء الله المستويات وايد قوية ومنافسة عالية. جدا مسرورين بمشاركة عدد من شركاتنا الاستثمارية في هالمباريات وبهالتنظيم هيدا. صراحة أول مرة ندش بهالبطولة، يعني شفنا تقارب الشركات مع بعض خاصة من اللاعبين، تعرفنا على بعض اللاعبين المميزين بالبطولة، إن شاء الله هالبطولة يعني تتكرر كل سنة. والله الحمد حصلنا على المركز الأول في بطولة الشركة الكويتية للاستثمار. ونحب نشكر شركة الكويتية للاستثمار على هذا التنظيم الجبار، ويعطيكم العافية ومشكورين ما قصرتم.